مستحيل هذا الكلام يا زبيدة، لكن أخي من دمي بالآخر يخونني، وأنا اللي كنت أبعت له بهالمصاري. أبعت كل شهر على أمل عاصم يستثمر هالمصاري بالمحل ويتطور ويصير بني آدم مسؤول ويدير باله على شغلنا. وهالمحل كان مشروع عمرنا أنا وياه. هلأ بيقلي إنه أنا ما إلي أي حصة بهذا المحل بعد كل شي بعدته؟ ما بيصير يعمل فيك هيك يا أحسن. نحن رح نحكي مع باقي العيلة. عاصم كيف بيقدر يعمل فينا هيك؟